السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أصدقائي. لا تنسى أولاً الاشتراك في القناة، ثانياً اكتب لنا وشاركنا في التعليقات كم سؤالاً جاوبت عليه. السؤال رقم 1: ما البلد التي أقسم الله تعالى بها في القرآن الكريم؟ مكة المكرمة، مصر، المدينة المنورة؟ الإجابة الصحيحة مكة المكرمة. السؤال رقم 2: ما هو الحيوان الصنم الذي عبدته بني إسرائيل؟ الخنزير، العجل، الخفاش؟ الإجابة الصحيحة العجل. السؤال رقم 3: من هو النبي الذي حرمت عليه جميع نساء الأرض؟ موسى عليه السلام، عيسى عليه السلام، شيث عليه السلام؟ الإجابة الصحيحة شيث عليه السلام. السؤال رقم 4: من هو النبي الذي يعد واحد من ملوك الأرض الأربعة؟ سليمان عليه السلام، نوح عليه السلام، محمد صلى الله عليه وسلم؟ الإجابة الصحيحة سليمان عليه السلام. السؤال رقم 5: من هو الحيوان الوحيد الذي لم يركب سفينة نوح عليه السلام؟ الهدهد، السمك، الخنزير؟ الإجابة الصحيحة السمك. السؤال رقم 6: ما معنى التراث في قوله تعالى وتأكلون التراث أكلا لما؟ المال الحرام، الربا، ميراث اليتامى؟ الإجابة الصحيحة ميراث اليتامى. السؤال رقم 7: من هو الصحابي الوحيد الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة؟ بلال بن رباح، خالد بن الوليد، أبو بكر الصديق؟ الإجابة الصحيحة بلال بن رباح. السؤال رقم 8: ما هي السورة القرآنية التي يطلق عليها سورة المحزونين؟ سورة البقرة، سورة يوسف، سورة الرحمن؟ الإجابة الصحيحة سورة يوسف. السؤال رقم 9: من هو النبي الذي طلب رؤية الله عز وجل؟ عيسى عليه السلام، نوح عليه السلام، موسى عليه السلام؟ الإجابة الصحيحة موسى عليه السلام. السؤال رقم 10: ما هي أعلى درجات الجنة؟ الفردوس الأعلى، النعيم، الخلد؟ الإجابة الصحيحة الفردوس الأعلى. السؤال رقم 11: من هو الصحابي الملقب بذنورين؟ معاذ بن جبل، عثمان بن عفان، أبو هريرة؟
الإجابة الصحيحة عثمان بن عفان. السؤال رقم 12، ما هي الليلة التي لا يؤذن فيها لصلاة الفجر؟ يوم عرفة، ليلة القدر، يوم القيامة. الإجابة الصحيحة يوم القيامة. السؤال رقم 13، ما هو الصحابي الملقب بالفاروق؟ عمر بن الخطاب، أبو بكر الصديق، علي بن أبي طالب. الإجابة الصحيحة عمر بن الخطاب. السؤال رقم 14، من هو أول مؤذن في السماء؟ بلال بن رباح، جبريل عليه السلام، عبد الله بن زيد الأنصاري. جبريل عليه السلام. السؤال رقم 15، أين ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ في المدينة المنورة، في الطائف، في مكة المكرمة. الإجابة الصحيحة في مكة المكرمة. السؤال رقم 16، في أي عام ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ 571 ميلاديا، 572 ميلاديا، 573 ميلاديا. الإجابة الصحيحة 571 ميلاديا. السؤال رقم 17، أين كان يجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه سرا قبل الجهر بالدعوة؟ في دار الندوة، في دار الأرقم، في دار أبي بكر. الإجابة الصحيحة في دار الأرقم. السؤال رقم 18، كم سنة استمرت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم سرا؟ سنة واحدة، 4 سنوات، 3 سنوات. الإجابة الصحيحة 3 سنوات. السؤال رقم 19، ماذا يطلق على العام الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عام الفيل، عام الحزن، عام الرسالة. الإجابة الصحيحة عام الفيل. السؤال رقم 20، من هو مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سعد بن أبي وقاص، بلال بن رباح، حسان بن ثابت. الإجابة الصحيحة بلال بن رباح.